اي جسمات كتير عيله قويه قوي، واي حاجه فيها اورال مانيفستيشن عندك تيجي عندك السيرفس عندك الكانديدا، بس تيجي في نمبر 1 السات ثاني. بعدها بقى يجي المايكرو بكتيريا، يجي السيرفس، يجي الكانديدا. فيرولوجي، الفيرولوجي ده قول باذن الله الفيرولوجي مثلا لو هو عندنا 30 نمره في الفاينل يبقى 20 نمره في البيولوجي والباقي هيبقى فلا مهم. ليه؟ لانه على اساس احنا بنهتم بالفيروس اللي هي ليها ريليشن بالايه؟ بالدم. ممكن تقفل الباب؟ طيب قبل ما ننزل البيولوجي كده لو حبينا كده نقول الفرق بين الفيروس والبكتيريا. حد كده يقول لي الفيروس اصغر وانتراسيلولر، ده سمولر ان انتراسيلولر اوبليكت انتراسيلولر بروفايل، يعني ما فيهاش كلام، مش اختلاف اختلاف، مش مثل في كل الفيروس انتراسيلولر، انتراسيلولر. في الفيروس نوعين، يا اما ار ان اي فيروس يا اما دي ان اي فيروس، لكن البكتيريا ايه؟ بس سنجل كروموزوم، سنجل نيك كروموزوم، فهي دي ان اي بس. ها؟ ايه تاني برافو؟ ها؟ معايا دي ان اي اور ار ان اي. ها؟ ايه تاني؟ في اورجانيلز؟ مفيش اورجانيلز، البكتيريا فيها اورجانيلز زي ايه؟ فيها رايبوزوم. ده في بكتيريا فيها رايبوزوم، ده ما فيهوش رايبوزوم. ها؟ ايه تاني؟ بيتشاف ايه؟ بالالكترون مايكروسكوب. بيتشاف ده كده، تاني بيتشاف بالاوريجنال لايت مايكروسكوب يوزنج اي اتشمنت. ايه تاني؟ دايجنوزيس تايم. اقدر اعمل له كالكوليشن في ايه؟ في ايه؟ في ليفنج، لا مش شرط ممكن نديهم بس مش بس ليفنج فيش، ليفنج فيش ايدر ان فيترو او ان فيترو. ان فيترو بقى هيبقى في تيشو كالتشر لاين، في تشيك امبريو. ها؟ طيب ده بنزل، لكن ممكن نستعمل ارتفيشال ميديا زي النيوترون تقدر، زي اي دوسمة السيرم زي الاينشتاين جاستن، كلها دي حاجه انا اللي عاملاها، لكن ده استحاله. خلاص؟ يبقى اذا انت عارف ان دي طيب الكروموزوم بتاع البكتيريا في نيوكليار ميمبرين مثلا. طيب الجينوم بقى بتاع الفيروس يبقى سراوندد باي الير كود كابسيد. ممكن انا مش جايبه التايتل دوت في جدول، بس ممكن تجيب كومبير بين فيروس اند بكتيريا، لان كل الكلام ده عندي ان هو دوت سمولر، وان هو ايضا ار ان اي وجي ان اي، هي جي ان اي بس بيبقى انترا سيلولر، هي موستلي اكسترا سيلولر. بيتشاف الفيكتور مايكروسكوب، ده بيتشاف الاوردينال لايت مايكروسكوب. بيبقى الكالتشر بتاعه على ليفنج تيشو، لكن هنا ممكن اتكلم دي كالتشر بتاعه ارتفيشال ميديا. خلاص؟ تعالوا كده نشوف ده قبل الانترا سيلر، وبتشاف بالالكترون مايكروسكوب زي ما انت شايف كده. ادي الار ان اي بتاعه او الدي ان اي، هو يا اما ار ان اي او دي ان اي. في سؤال بيجيبه في الام سي كيو في الخيارات كده، نيفر بوث، نيفر بوث، يعني لما تكتب لك الخيارات اكسبت مثلا من ضمن الخيارات بوث ار ان اي اند دي ان اي، بلاتي استحالة يبقى في ار ان اي ودي ان اي، يا اما ار ان اي فيروسز يا اما دي ان اي فيروسز، نيفر بوث. خلاص؟ واللاير اللي بيسراوند الجينوم دوت اسمها كابسيد، ده بروتين لاير بيبقى بيسراوند الجينوم. ممكن بعض الفيروسز بتبقى ليها اندرو، يبقى ليها اندرو، وبعض الفيروسز الثانية نون اندرو. بعضها بيبقى مثلا سبنتيكال اسطواني كده، او راوندد، او اوفر شيب، او حاجه هنا بنقول عليها ايكوزا هيدرو، عامل زي مالتيبل فاسيس كذا وش زي التكستيله بتاعه الندى.
Type. The gene may be either RNA or DNA. Never both. Oh, that's why that is true. Never both. Layer اللي surround the genome ممكن اقول لك layer اللي surround the genome دي اسمها cell membrane ولا cell wall ولا capsid ولا envelope. اللي surround the genome اسمها capsid. Capsid والfunction بتاعت الكابسيد ايه بقى؟ هو بروتين النشر تبقى انتيجينيك ولا لا؟ هيبقى انتيجينيك يعني كان استنتاج الايميون ريسبونس بيبروتكت الفيرال جينوم بيدي السيمتري بتاع شكل الفيروس يعني شكله تشيبولا ولا كوزا هيدرال ولا وات ايفر وبعدين ممكن لو هو نان انتروب ما عندوش انتروب ممكن هو اللي اتاش للريسبتور فهيفاسيليتيت الريسبتور اتاشمنت زي ما لسه بتقول النيوكليك بتاعه يا اما دي ان اي فيروس او ار ان اي فيروس والسايز بتاعه من 20 ل 250 نانومتر الاندرو ده اللي هو الاوتر موست لاير اللي بره الكابسيد اللي بره خالص اللي هو هنا ده اللي بره خالص امال ده ايه؟ ده ايه ده؟ ده النيوكليك ماتيريال وده ايه؟ ده الكابسيد ده الكابسيد اللي احنا لسه قايلين عليه ده امال ده ايه بقى؟ الاوتر موست لاير ده مين؟ الاندرو الان يبقى ده بقى فايدته ايه برضه بفيرجن بروتكشن وبرضه انتيجينيك وممكن بيهلب انتري اوف فيروس انتو ذا هوست سيل بزرعه على ايه؟ على حاجه ليه ما اقدرش ازرعه على حاجه ارتفيشال ابدا فانا ممكن ازرعه على تشيك امبريو او على سيل كالتشر او على بحقنه في انيمال بحقنه في انيمال زي ما هي قالت لنا بالانفيفو أو بزرعه على الشيب على البيضة، بزرعه في البيضة، وأشهر مثلا اللي بتزرع في البيضة ده الإنفلونزا فيروس. الإنفلونزا فيروس ده بزرعه على الشيك أمبريو، وبنعمل الفاكسين بإننا بنحضره في الشيك أمبريو. فما أقدرش أزرعه خالص على حاجة artificial culture. طب إيه أنواع الفيرال إنفكشن؟ عندي أكيوت إنفكشن هي التهاب حاد. يعني التهاب بيجي سخونية بقى ولا احمرار وحاد جدا يقعد بقى اسبوع اسبوعين ويخف بس احنا عندنا اكيوت انفكشن لا الحقيقه عندنا نوع تاني اسمه بيرسيستنت انفكشن والبيرسيستنت انفكشن دي بقى ليها كذا نوع الليتنت انفكشن اشهر مثلا الليتنت انفكشن مين؟ ال اتش اي في بيبقى فتره مراحل كده انا مش شغال لمده 5 سنين بيبقى فتره هرمون بس الاشهر منه بقى ليتنت انفكشن مين؟ الايه؟ ها؟ الهربس مش هربس؟ الهربس فيروس اللي بيطلع هنا كل 6 شهور تلاقيه يشرب في نفس المكان كل اللي يقرفك كده الله كان فين؟ ما انا خفيت مع الجسم بتاعته لما ما طلعش انتي بادي تموت عليه ويخلص عليه اه ده الحقيقه او حتى الانتي بادي اللي بيطلع ما هواش بيقدر يفشل في الدور ان هو يجي عليه الفيروس بيخلص ويستخبى في النيرف جانبيا واول ما المناعه بتاعته تقل شويه يبدا يطلع تاني ده بنسميه ليتنت فيروس في عندي نوع تاني اسمه كرونيك انفكشن كرونيك انفكشن ده بيبقى الواحد ماشي الليتنت انفكشن حلو بقى الليتنت انفكشن انت تجي لي اكيوت ستيج يخف خالص ويستخبى لو انا حتى عينت سيرولوجي هلاقيه ولا لا؟ مش هلاقيه. دي استخبى في النار، مش هاخد بيوبس في النار. لو خدت سيرولوجي من الضغط مش هلاقي اي حاجه تشيل حاجه. حصل له ايه ابلكيشن؟ هلاقيه. ما بقدرش احصل عليه الا لما يحصل له ايه ابلكيشن. لكن الكرونيك ممكن ليه ماركرز دايما موجود. خلاص؟ سلو انفكشن، في حاجه اسمها سلو انفكشن. في سلو انفكشن كده اشهر سلو انفكشن في حاجه اسمها كاو مات ديزيز. مرض جنون البقر بتاكل الحاجه حاجه اسمها فريوم كده انفكتد ميت يقعد في الجسم حوالي 15 سنه وبعدين يعمل الميزس عندنا الميزس الميزس دي من الحاجات المفروض عبيطه يعني خلاص في فاكسين ليها وبتاع لكن للاسف لو بيحصل فيها انفكشن في بعض الناس نسبه قليله قوي بعد 20 سنه
يعني have فظيع جدا في الاعصاب اسمه طبعا سكلروزي وكان عندي فلايتس يعني فظيع جدا فده فيها ما يعمل سلون انفكشن. في فرق عندك الكتاب جدول كده فرق بين الكرونيك فايرال انفكشن والليتنت انفكشن. اهم حاجه تبقى عارفها ان في الكرونيك بيبقى فيه سيمتومز ولا لا؟ الكرونيك اشهر مثلا مين؟ الكرونيك اشهر هيباتايتس. البي والسي دول اشهر مثلا كرونيك فايرال انفكشن. لو انا حتى عينة الدم العيال اللي عنده كرونيك فايرال انفكشن الاقي الفيروس ماركر موجودين ولا لا؟ هلاقي هيباتايتس دي سيرفيس انفكشن. الليفل مش هلاقي الا تيورنج الاكتيفيشن. طيب الكرونيك ده لو انا الراجل دوت لقيت السيمتومز والساينز بتاعته باين ان هو عنده مشكله ولا هو اكتشف اكسيدنتال؟ كرونيك يا اما نو سيمتومز يا اما حاجات كده مايت مش متشخصه صح. يرجع الهمدان حاسس ان انا مش تمام لكن هو بس تلقي الجو وحش تلقي رطوبه عاليه اي حاجه لكن هو اكشولي ما تقدريش تجزكي ان عنده سيمتومز لكن تلقي بتاع الليفنت انفكشن ده لما بيحصل له ري اكتيفيشن تلاقي كل حاجه موجوده. تعالوا نشوف الجدول كده. فالفيرال انفكشن هلاقيه في ال في الكرونيك فيروس خالص ديمونستريتد يعني حتى عينها هلاقي مره. طب الليتل تو فيرال انفكشن هلاقيها امتى؟ ديمونستريتد دورينج ري اكتيفيشن هات نوت دورينج ليتنسي. If this is instance, the disease may be absent or may develop later. لو حصل بقى نون وسبريشن او حاجه. لكن هنا الليتر تو فاير انفكشن لو هو في ري اكتيفيشن هيبقى رايح السيمبتومز نو اور ماي ان السيمبتومز فاوند ديورينج ري اكتيفيشن دايما الفايرال اكتيفيشن نو فايرال اكتيفيشن كرونيك هو موجود لكن هنا في فايرال اكتيفيشن اكزامبل هنا البي والسي هيباتايتس الاكزامبل الشهير هنا في الليتر تو فاير انفكشن هيلبس صور الجدول ده برضه من الحاجات بشخص الفيروس انفكشن دي بالالكتروميكروسكوبي بالكالتشر على الليفنج سيل وبس خالص. دخل لنا بقى حاجه جديده او حاجتين جداد. ها؟ كملي ده. مش عايز اكتر من اللي خلاص؟ احنا عندكم بس. بشخصه الالكتروميكروسكوبي بالكالتشر من الليفنج سيل يبقى هنا بخلي حاجتين جداد. الالكتروميكروسكوبي والكالتشر على ايه؟ الليفنج سيل. تقدر ويز ذا سيرولوجي اللي احنا عارفينه بقى بالالايزا او الديتكشن اوف ذا دي ان اي او الار ان اي بالبي سي ار زي الحاجات. ايه الروت اوف انفكشن؟ تروبيك انفكشن بلاد سكشوال في كورة زي التاني برضه. تعالوا بقى نشوف الهيباتايتس فايروس. الحقيقه الهيباتايتس فايروس ده يمكن اشهر فيروس ودايما بتوع اسنان بيكون ليهم كده اتهام ان هم سبب من اسباب انتشار الهيباتايتس سي. ليه؟ لان الانفكشن كنترول. الانفكشن كنترول الحقيقه شغلانه على شكل فظيع. مش سهل لو دخلت عياده اول حاجه وصلها الراجل عنده الكلام بتاعه شكله ايه؟ عامل رابنج للحاجات طلعها ليا انا شخصيا ولا استعملت حاجات مستعمله مش عارف المرايه كفر مش عارف حاجات كده لازم ابص عليها. ايه دي القصه؟ الجلاس لابس جلاس لابس ماب كده يعني فيرست امبريشن ولا الحقيقه مره وتجري. الحقيقه ممكن الانفكشن كنترول يتبع في العيادات بس هي المشكله ان انت بتتخرج تروح حته بقى مخصصه مش عارف فين ما فيهوش ادنى انفكشن كنترول ميجرز بتبقى انت محبط يعني مش قادر تشتغلهم ساعات. لو كل واحد فيكم اصر على ان هو ينفذ الانفكشن كنترول ميجرز الدنيا هتمشي حتى لو لقيت ريزيستنس الناس الكبار. مشكله الناس الكبار دي يا ولاد ان هم عندهم ريزيستنس القوم يا عم اتكل على الله ده بس سندوتش بشوف العيان وبيفتح مش عارف ايه وعلى الله بس عارفينها بتاعتنا يا جماعه مش كده ده احنا عندنا نسبه عاليه قوي من الهباتايتس
فلا انت لما تخلص هو الارض مش مضطر تقنع الناس، في ناس استحاله تغيرها، بس انا هعمل كذا، هلبس الجلافز بتاعتي، هلبس البالطو، هلبس الماسك، هجيب على حسابي علبه كلور كل يومين ثلاثه، الحاجات الاستعمالية تحت النار ناس فاشل صار عشان نفسي. هتلاقيه بعد اسبوع اسبوعين كسل، لو هيبقى رئيسك ممكن وسينيور عليك، بس تلاقيه بقى هو خلاص كسل بقى عارف بس فاين لسه جاي بيعمل كذا، ده الناس تلاقي انت بتجي لك انت. فهتبص تلاقي هو نفسه بدا ايه يشترك معاك في الناس كلهم يلبس مش عارف ايه، ما ينفعش عشانك والله اساسا عشانه. اعرف حد فعلا فعلا اول ما اتخرج يعني صوته اتفتت ان ايه الكارثه دي؟ والحتت المحترمه جدا يعني حتت فظيعه، وعامل فن بس لا هو تمسك وفضل، هم بقى حسوا لا بداوا بقى فهي انتوا البركه فيه، انتوا الاهل يعني فعلا فعلا انفكشن كنترول ماجرز لازم تتمسك لو زي كده اول بس او مثلا عندي هو انفكشن كنترول يمكن تتضايق ولا حاجه، بس عشان ان هو اهم حاجه عندي، لان في اطلاق عليه تعودوا عليه، لو ما تعودتوش عليه بتضطروا طول عمركم وهتاكل بص تاني بس انت عليك بس والانسلنس عالي حرام. وعايز اقول لك ان التايتس ده عندنا في المايكروبيولوجي في حاجات محتاجة كمية أورجانيزم كتيرة عشان تعمل انفكشن، وفي حاجات المينيمال أماونت ممكن تعمل انفكشن من نقل الفايروس. فايروس لو أنت عندك جرح أنت مش شايف قص ضوافر كده وجاير شوية وأنت مش شايف إن في جرح واشتغلت إيدك عريانة والراجل عنده قص 100% لأن بيحتاج كمية قليلة أوي عشان يعمل انفكشن، ولكن في حاجات تانية محتاجة نمبر عالي من الفيروسز. طيب المودوس ترانسميشن، أي فيروس من دلوقتي طالع لازم تبقى عارف المودوس ترانسميشن، المود اوف ترانسميشن ده، دايما لما في سؤال مودوس ترانسميشن مثلا بيبقى سي اس اتش اي بي وفاكر بيبقى ايه تمام؟ فهنا بلاد تو بلاد، والحقيقه هو انتم متهمين دايما بتوع الدنتستري دايما ان هم السبب في ان عندنا نسبة 25% من الناس عندهم الهباتيتس سي، فخلوا بالك منها. عندنا الهباتيتس عندنا A وB هباتيتس فيروسز، يعني فيروس ذات انفكت برايمرلي ذا ليفر، اساسا بتنفكت الليفر. مين دول؟ عندي هباتيتس A وB وسي ودي وE. ايه لغايه دي؟ طب تعالوا نحفظ حاجه كده من دلوقتي، كلهم ار ان اي فيروسز ما عدا هيباتيتس بي، خلاص؟ يبقى كلهم ار ان اي، يعني سي ار ان اي، الاي ار ان اي فيروس، عشان بقول لك ان انا ممكن اقسم الفيروس اما ار ان اي فيروس او دي ان اي فيروس، فالعيلة بتاعت الهباتيتس كلهم ار ان اي فيروس اكسبت الهباتيتس دي which is A دي ان اي فيروس. كلهم بيتنقلوا بالبلاد اساسا ما عدا A and E دول فيكم بالاكل والشرب. الايه الاول والاخير بالاكل والشرب، ولذلك انا جبت في 7 سنين سؤال كان جميل جدا حتى بتوع الكلية الحكومية في كوريا بيجيبوه بقى تاني سنة. الكومباريزون بتوين هباتيتس A and B. روعة، سؤال ممتاز. قول لي الستراكشر ده هنا عامل ايه؟ الدي جي ان اي، المودوس ترانسميشن في الكلورال، الايه؟ التاني البلاد، بلاد ده وبلاسينتا وسيكشوال ها؟ الانكيبيشن بيريود في الايه؟ في الايه؟ 3 اسابيع انكيبيشن بيريود في ال اسبوع 3 اسابيع انكيبيشن بيريود في ال في من 3 من 10 ل 12 اسبوع في فيري لونج 3 شهور او 4 شهور 3 شهور انكيبيشن بيريود. قلنا المودوس ترانسميشن، قلنا الجينوم تايب،
بعد كده بقى ماركر ماركر موز فور ذا هيبوتس لازم تبقى عارف هنا بدور على ايه ايه وهنا هدور على ايه وايه الفاكسين هنا عندي في البي شكله ايه وفي الايه شكله ايه تمام هو دي انسنس اوف كرونيك ستيج ايه رايك مين اللي فيه كرونيك ستيج ومين ما فيهوش كرونيك ستيج البي فيه كرونيك طبعا الواحد يلبس فيه خلص يفضل معايا لكن الايه بالاكيوت وخلاص بيحصل كومبليت ريكفري عارفين ايه مشكلته؟ هو بيجي للولاد الصغيرين اللي هم مثلا سنتين ثلاثه اربعه خمسه كل ما بتكبر بيبهدل شويه لكن هو اللي عنده مثلا خمس سنين يستحمله وماشي ولا في مشكله اللي عنده 10 سنين بيرجع ويحط مطله في التدرج عليه لو جه حد يسلكه لا قدر الله ممكن يموت تخيل ايه هاي ده في كوره؟ تين ايجز ده ولا في حد عنده 40 سنه ولا 30 سنه ممكن يموت. اكيوت ستيج ما فقط نون كرونيك ستيج خلاص يبقى ده فيه اكيوت بس هنا اكيوت اند كرونيك. الانسنس اوف فيتو سيلولار كارسينوما الايه ما فيهوش فيتو سيلولار كارسينوما البي في. الحقيقه في عندك حوالي 7-8 differences محتاجة أنا عندي في الأول السؤال ده محتاج 5-6 حلوين أو سؤال جميل وتقدير. الكومباريزن الأمر اللي كنت عندك الـ A والـ E بالكونسين سيريس سي في بس التريتمنت أوف تريتمنت ده فعال الحمد لله دي أنتي فايرال كارد دايما انتوا قلنا بقى الايه والبي والسي كورة والبي والسي دي هيتبنيوا بالضغط والبرين كارد. تعالى بسرعة يبقى يعني بينفكت اساسا الليفر. ايه ده هو في فيروسز ممكن تعمل هيباتايتس بس ما تعملش انفكشن لليفر كارد؟ بعض الفيروسز من ضمن مثلا الشتاين بار حاجات كده عند سيتوكينيال ممكن يعمل صفار اصفرار التهاب الخلايا كبد بس ما تبقاش نتيجه ان هو عمل انفكشن الليفر كان بيحصل بيزود الانزيم وبيعمل هيباتيتس بس مش بيعمل برايمري انفكشن الليفر كان لكن الهيباتيتس هي دي هيباتيتس فيروسز هي دي برايمري انفكت ليفر كان زي ما انتم شايفين انا عندي هيباتيتس A اللي هي الفور تيكت ترانسميشن هو ار ان اي هيباتيتس B بلاد تو بلاد اند سيكشوال فلويد وترانسفورمر ار ان فيتس والسي برضه بلاد تو بلاد وار ان اي فيروس الجي جي افتكر الجي ما بيجيش الا للناس اللي عندها ليه؟ لانه ديفكتيف فيروس يعني ما اعرفش يعني انا ما ينفعش الاقي ان حد عنده هيباتيتس سي بس لا لازم عنده بي اند سي لازم الاول عنده فيرال بي وبعدين بعد كده مكتوب الاير باي دي وهو ديفكتيف فايروس طب هو بيحتاج البي في ايه؟ حد كده يخترع تقول ايه؟ ها؟ 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 شوية بيعتمد عليك ايه؟ تقول ايه؟ قول 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 عنده جنوميك وهو بيستخبى في الاندرو هو ما عندوش ده الفرق ان هو اللي هو كانت جيون كان ما عندوش اندرو ولا كبس ولا حاجه فبيكون محطوط هو الاندرو بتاع الجي عشان كده يكون ان هو ديفكتيف بايت فالنقطه اللي غريب جدا تلاقي السيرفس انجن او الاندرو بتاع الفيروس دي بس ده مختلف بقى عن الجي بقى في بعرف ان ده هيباتيتس جي ليه؟ الجينوم بتاعه هيبقى ايه؟
هيبوتايتس بي، لان هيبوتايتس بي هو الوحيد اللي دي من دي. فتقول اي حاجه غريبه جدا، حته ار ان ايه في الانفلوب بتاع الدي، اعرف ده هيبوتايتس دي خلاص، لان انا عارف كويس قوي ان الدي is a DNA virus. اوكي؟ كمان عندنا الـ E control chronological transmission، والاثنين اللي هم بيحصل لهم vaccine prevention هم الـ A والـ B والـ E كمان عندهم. أنا بهتم بالـ A أكثر من الـ E لأن الـ A هو اللي موجود في مصر. الـ E نفس زي الـ A بالظبط، بس ده السترين موجود في أمريكا أكثر، البريفلنس بتاعه في أمريكا أكثر. ده الـ A والـ B vaccine prevention. تعالوا الكلام نراجع الجينوم بتاع الـ A هيبقى الـ RNA، الـ B هيبقى الـ DNA، وفي حاجات بقى صغننة دي يا جماعة دي بتاعت MCQ. يبدأ كده الـ DNA بتاع أو الـ جينوم بتاع الـ Hepatitis B جاهزة، و single stranded RNA ولا single stranded DNA ولا double stranded DNA ولا single stranded DNA ولا double stranded RNA. اختار على طول إن هو طبعا الثاني دي ام اي. لو هو موجود في الـ زي ما انتم شايفين اهو، الدي ان اي بتاعه هو هو الجينوميك ماتيريال، وسراوندد بايه؟ بالانتروب دوت، والانتروب عليه حاجه كده اسمها بروتين اسمه اس بروتين، هيباتيتس بي سيرفيس انجن، هيباتيتس بي اس انجن، وده من اهم الماركرز اللي بستعملها في الدايجنوز اوف هيباتيتس بي انفكشن. خلاص؟ سيرفيس انجن بيبقى عالي جدا اثناء الانكيبيشن بيريود واثناء الاكيوت ستيج. يبقى ده من اهم، لما اقول لك ايه الماركرز اللي بتستخدم في الدايجنوز بتاع هيباتيتس بي، اول حاجه لازم تقولها لي سيرفيس هيباتيتس بي سيرفيس انجن. يبقى في الجدول كمان تقول لي ماركرز يوز فور دايجنوز. بالنسبه لهيباتيتس بي اول واحد تقول لي هيباتيتس بي سيرفيس انجن، ثاني واحد هيباتيتس بي انتي سيرفيس انجن، وثالث واحد اي جي ام انتي كول او انتي كول انتي بودي. خلاص؟ اللي موجود في ال هو يا اما موجود في السيركلر فورم ديت او في التيوبلر فورم، والصوره الابيض والاسود ديت صورته في الدم اهو موجود النور فاينل سيركلر اهو وأو تيوبلر فول. خلاص؟ عايز أقول لك إن الهيباتيتس بي سيرفيس أنجن، سيرفيس أنجن هو ممكن ينفصل من الفيروس في السيرم من منظر التيوبلر أو الكوبري. الهور فيرال بارتكل دي خلاص؟ لكن دي حتة سيرفيس أنجن ما فيهاش دي إن إيه، ودي حتة سيرفيس أنجن ما فيهاش دي إن إيه. تمام؟ كده موجود بقى فين في العيان؟ موجود في البلاد وفي السيرفايكال سكريشن وفي السين، يعني السكشوال ترانسميشن وارد فيه. ساعات بنجيب انيمريت فيروسز سكشوال ترانسميت فيروسز. في سؤال كده، او انيمريت فيروسز كان بي ترانسميت باي بلاد، او منشن فيروس اونكوجينيك فيروسز. دي اسئله كلها صغننه كده من كاتبها سطر ونص. كذا حاجه كده بعض كده. وعلى مستوى العالم في حوالي 300 مليون واحد عندهم هيباتيتس بي. المود اوف ترانسميشن اهو اللي احنا بنقول عليه فيا بلاد سكشوال ترانسميشن اند فروم ذا مذر تو ذا فيتس. خلاص؟ كمان الدراج ادكس ده الحقيقه عمره ما بيفكر طبعا ان هو سيرايل سيرج، عمره ما هيروح للراجل اللي هو الديلر ده ولا يقول له دي الحقنة سيرايل سيرج، هو ما يهموش بقى سيرايل ولا سيرايل، هو أهم حاجة إن هو يتحط. فده الحقيقة كارثة. طب الراجل اللي جنبه ده إيه؟ الراجل اللي جنبه ده دكتور حظه تعيس، هو بيشتغل شك نفسه في السرنجة، وكانت السرنجة دي شغال فيها بيديها الواحد وعمل بس. ايه ده الراجل ده من ينتحر ولا يعمل ايه؟ حتى هيعمل ايه؟ بص هيعمل ايه؟ قول ها؟ هياخد الفاكسين، هياخد الفاكسين بتاع الهيباتيتس بي؟ هو المفروض ياخد السنه دي تروح تاخد الفاكسين في الاجازه.
لانها خلاص المصري فحص هي قبل الطلاق الهندي ده اللي بتقوله عندي بس بدلهم يعمل ايه؟ ها؟ هيعمل بريدنج بس انا قايل ان هو اقل من حاجه من الفيروس ممكن يعمل ايه الحاجه؟ ها؟ ها؟ انتي فيروس انتي فيروس ايه رايك؟ انتي فيروس ايه؟ كملي الجمله ايه؟ انتي فيروس ايه؟ مين هيكمل الجمله دي؟ ايه بلاش مرة دي؟ بلاد ولا هي؟ قول قول ها؟ انت فاير ايه؟ كنت ماشي صح؟ انت فاير اللي يوم بلاد الانترنت جاهزة متصنعة جاهزة في البصل والتحليل يقفل العيادة ويجري هتبصل القاعدة ياخد انتي فايرال انتي بودي تعمل نيوتراليزيشن للفيروس وتوقع في الانفكشن في الدراع الثاني هياخد ايه؟ اللي انتي قلتيه سمعتك اللي انتي قلتيه طب انا عملت كده ليه؟ عشان انا لو سبته واديله فاكسين بس هيحصل له انفكشن قبل ما الانتي بودي تطلع الانتي بودي هتطلع له بعد 70 ثانيه مش هنعمل كده؟ فإذا لازم نحاول أديله ريت مين أنت وقت جاهزة صنعنا ضد ال تمام هو مع ذلك إيه ممكن في الثانية أديله الفاكسين عشان إيه بعد أسبوعين على الأقل أنت بقى لا بقول له إيه ده ويخلص ويتكسر أنت بقى يبدأ بس يكون طلع أسبوعين دول إيه أنت بقى بتعمل أنا أضمن ألحق فيها الحاجة اللي دخلت دي أوقفها تمام؟ الراجل ده عندنا كذا حد من المعيدين هو مشتغل شك نفسه وعينة بلاد أو كيس بلاد ممكن يكون مش تيستد بيجروا على الوجيه الإيجابي يروح للمصل والطاح ياخد التكسير والحمد لله ربنا بيوفقك. وأفضل من الدوكة بقى بما إنك تعمل إيه؟ قبل ما تبقى تدخل العيادة تشتغل مع العيال عنده المركز ده لازم تقول سناتي بإذن الله تكون تاخد تقسيم حتى لو حصل انت عندك الميموريز اللي هتشتغل بتاعتها تمام؟ المصل والقاح احنا جايين عليها كتير المصل والقاح المصل والمصارح طب الراجل ده والمصل والقاح فيها تقسيم الباكسين ثلاثة دول صراط يوم الراجل ده بيجي لك ايه؟ الراجل ده بيجي لك اول ما تشوفه اول ما تشوفه اسمه عنده ايه؟ جوندس انا هيمسفير ده هو عفير بيجي لك هيمسفير وهيجي مش تحكي لك بقى شكوى تانية حاجة انت مش هتشوفها يقول لك يا دكتور انا لو هي مش مسفيرة كده ممكن يجي يقول لك ايه يا دكتور انا بدخل الحمام البول بتاعي لونه زي الشاي بالظبط الشاي كتير بني لون الشاي بالظبط والستول كليكس كلي يعني فارق خالص يعني فارق اللون والستول حطه على الكليه المفروض اللون بتاع الورم بتاعنا ما فيش يعني بصاير كده او فين كده لا ده بني 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 والستول كلي زي فارق طبعا جوندس لو انا خدت منه عينه سيرم هلاقي الليفر انزايمز عاليه اللي هم بيظبطوا العيان ده الفيروس بينفكت زي ما قلت لك بينفكت الليفاكوسايتس وعايز اقول برضه عشان ما نركبوش باللوب يعني ان لو حصل لا قدر الله انفكشن مناعته حلوه جدا جدا بنسبه 90% ممكن تتغلب عليه وتخف كومبليت في قطر يعني نسبة حوالي 90% إن إحنا فاكرين إحنا قلنا الكلام ده لما كنا بنشرح إيه؟ إيه؟ الكلام ده صح؟ تي بي خير إحنا كنا بنشرح تي بي وبعدين نقول بقى ومليار تي بي وهي تي بي لا 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 ربنا خدتها مناعة لا ربنا برضه لو حد مناعته حلوة ربنا هيوصل مناعته فأنا دي برضه 95% ممكن يعني
بس في 1% بيموتوا من الفيروس. تخيلوا في نسبة تانية بتجيلها هيبات سيلولار كارسينوما. كارسينوما كومن اوت في العيان اللي عندهم الفيروس ايذر بي او سي. لكن الايه اتفقنا الاول دي ما فهمش يبقى له سنه. فهمنا بيحصل ايه؟ احنا قلنا بيحصل ايه؟ كومبليت ريكفري ايه اكيوت ديسيشن خلاص الفيروس تمام. الانكيبيشن فيديو بقى بتاعته هنا من 10 ل 12 اسبوع. هناك بقى لا 10 ل 12 اسبوع يعني 3 شهور. مفيش هناك اسبوع اسبوعين ثلاثه بس خلاص؟ زي ما بقول لك حصل اتكلم 1% ممكن يجيب يموت من البرمنت هيباتايتس 95% او 90% ممكن يبطل كومبليت ريكفري. من 5 ل 9 بقى اللي هم بيدخلوا في كرونيك بقى ممكن يدخلوا على هيبات سيلولار كارسينوما او اكسبيرتيشن. الراجل طبعا مش خاص ازاي مزرعه على السوشيال ميديا الحقيقه لا بالحاجات الصعبه حتى ما بيعملش سي تي اي فبيعمل سي تي اي خدوا سي تي اي ما بيعملش سايتوبارتوجينيك افكت ما بيغيرش شكل الخلايا. فحتى لو زرعته على تيشو كلتشر بره مش هعمله ديتكشن. فانا بعمل الرولز ايه زي ما اتفقنا في اول محاضره بعمل له الرولز. ساعات يجي سؤال mention the serological markers used for diagnosis of hepatitis. serological marker يعني ايه؟ يعني قول لي ايه الحاجات اللي تقدر تشخص بيها الهباتيتس بي وموجوده في السيرم. اصل ممكن حد يقول لي ايه طب انا ممكن اخد اعمل detection of the virus in the liver cell. لا بقول لك serological يعني في البلد. يبقى انا هشخصه بقى بالسيرولوجي ازاي؟ اول واحد بي قبل الاجي ام قبل الاجي ام استني ايه الجمال ده؟ احنا بينا هيجي المره الجايه لو قلت معايا هظبطك. خلاص؟ يبقى اذا الهباتيتس بي هشخصه بالسيرفس انجي بالسيرفس انجي خلاص هنشوف ازاي. يبقى دايجنوز هو صعب شويه لو سألته فيه طلعت عندكم جوه ممكن جدا نجيب بلد نقول كل حاجه انا اقول لك يعني مريض او مانش سيرولوجيكال ماركر سيرولوجيكال ما تقوليش اللي انا سألت سيرولوجيكال ماركر ذا كان بي يوز فور دايجنوستكس. اشهر حاجه واول حاجه سيرفس انجل في الاكيوت في الانكيبيشن بيريود اه في الانكيبيشن وفي الاكيوت ستيج زي ما بنشوف. تاني حاجه ممكن بالاي جي ام انتي فور وبالاي جي انتي فور خلاص؟ تعالى نشوف يبقى هيباتيتس بي فيروس موجود في الانكليشن بي لغايه بي سيرفس اس اند سيرفس اس فور سيرفس موجود في الانكليشن بيريود وموجود في الاكيوت ستيج خلاص؟ تعالى نشوف كده. بص هنا دخل الدمانتس هو من قلنا من 10 ل 12 اسبوع يعني ثلاث اسابيع على اربعه يعني ثلاث شهور دي الانكيبيشن دي قالت ده الهباتيتس بي سيرفس انجي ده السيرفس انجي موجود وفاير ثلاث شهور البيك بتاعك اقدر اشخصها الفتره دي اللي هي السيمبتومز يعني دي لغايه الاكيوت ستيج يعني بدات معايا من الانكيبيشن بيريد لغايه الاكيوت ستيج شخص بايه؟ من الهباتيتس بي سيرفس انجن. نشوف الجدول اللي عندكم، هو الجدول اللي معايا، مش ده الجدول اللي عندكم؟ امشوا معايا كده بالراحة. ماشي، أول حاجة هتظهر الهباتيتس بي سيرفس انجن هو في الانكيبيشن بيريود وفي الأكيوت ستيج. بص الفيديو أهو. بعدين هنا الأكيوت ستيج هتاخد بعد ثلاث شهور. يبدأ ينزل إيه الهباتيتس بي سيرفس عن خمس شهور نزل البيس لاين مش عارف هيجي بعد كده يعني من خمسه لسته او سته ونص في عندي فتره مش موجود فيها الهباتيتس بي سيرفس انجي. طب امال اشخصه بايه بقى هنا؟ في الفتره دي هي من خمسه لسته شهور ها؟ الاي جي ام انتي بودي. طب اي جي ام انتي ايه؟ انتي كور ده مهم.
والفيز ده بسميه ايه؟ وين تو فيز. بس نجيبه في الام سي كيو يبقى الدايجنوزس بتاع الانشي ام في الوين تو فيز اللي هي في الشهر الخامس السادس بايه؟ الانشي ام انتي كور انتي بودي اجينست ذا كور انجي كور انجي انتي بودي اجينست وانشي ام ليه؟ لان هنا طلع مين اللي جت على الانشي ام ولا الانشي جي؟ اجيب اي انفكشن في الاكيوت انفكشن بلاقي الاي جي ام ولا الاي جي؟ الام الجي الريكفري خلاص؟ هنا طلع ده كله الاي انتي كور ده الانتي كور انتي هيباتس بي كور انتي كور انتي بارس. فهنا انا مش لاقي الاس عشان اشخص دي لانه نزل خالص الويندو فلوس فيز ده اشخص الاي جي ام انتي كور خلاص؟ طب الراجل ده ورا خف شفاطه بايه؟ اي جي جي انتي انتي اس انتي هيباتيتس بي اس ده هنا بقى خلاص ريكفري ودايت عليه. لكن هنا لو الانتي كور اي جي ام موجود لا ده لسه مش او كرونيك بقى. عارف كده نعمل ايه؟ بازل الهيباتيتس بي سيرفيس انجن هي اللي موجود في الاكيوت ستيج بسرعه عشان الفتره وقتها موجود في الهيباتيتس سيرفيس انجن موجود في الاكيوت؟ ويندو؟ لا. طب في الكومبليت ريكفري؟ لا. طب ده اللي هو نازل للبيت. طب في كرونيك كارير؟ ده 100% هلاقيه عشان قلت لك في الكرونيك الاقي المرضى بتاعت الفيروس الاقي ده بوزيتيف الكرونيك كارير بوزيتيف. طب تعالى نشوف الهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي في الاكيوت ستيج الحاجات الصغيره دي ام اس كيو سيرفيس انتي بودي هيبقى موجود في الاكيوت ستيج ده طبعا فاكر الرسمه الرسمه هي في الاكيوت ستيج هيبقى مفيش انتي كور انتي اس خالص خلاص الانتي اس ظهر فين؟ سبع شهر خلاص هيبقى الانتي اس مش موجود في الاكيوت ستيج. طب موجود في الويندو فيز؟ لا. طب موجود في كمبيوتر ريكفري؟ ايوه حاضر. طب موجود في كرونيك كارير؟ اه موجود. طيب الهيباتيتس بي كور انتي بادي الكور انتي بادي. طب موجود في الاكيوت ستيج؟ اه موجود في الاكيوت ستيج لان انا عندي الانكبيشن بيريد بتاعته عاليه قوي ثلاث شهور. طب في بقى الانفكشن بيبدا باسم كامل انتي بادي كده اهو موجود برضه في الاكيوت ستيج. طب هو موجود في الويندو فيز؟ ده هو اللي انا بشخص فيه في الويندو فيز، وده سؤال ام سي كيو. طب هو موجود في كونكريت ريكفري؟ اه موجود، هو موجود في كرونيك كارير، اه موجود، خلاص؟ طيب البريفنشن بتاع هيباتيتس بي فايروس، البريفنشن بتاعه طبعا، هل في تكسير هيباتيتس بي؟ اه، طب نوع ايه؟ اكيد انا بجيب السؤال ده. No, we discuss the vaccine used for prevention of hepatitis B viral infection. With regard to the name of the vaccine, type of the vaccine, mode of transmission, and time of administration. Prevention, the vaccine بتاعي موجود, the disease that preventable, with the vaccine, no, the vaccine A, the component G, and the A vaccine. باخد الـ DNA الـ Record for Surface Engine وبحقنه في الكانديدا بتقول لي هو Recombinant DNA Vaccine Prepared in Canada. أنا مصر أقول الكلام ده ليه؟ عشان تقتنع إن هو Very Safe. ما فيهوش الفيروس تاني. ده هو أنا واخد حتة الجينو اللي بتكود فور Surface Engine وحطها في الكانديدا والكانديدا خليتها وكبرتها وطلعت الـ Surface Engine. السيرفس انجن ده هو اللي هيستميليت الايه؟ الميون ريسبونس. فاذا مفيش اي فرصه ان يحصل انفكشن. خلاص؟ هيوجعك شويه ولا بتاع لكن هو فعلا فيري سيف لانه ريكومبنت دي ان ايه؟ فاكسين. بتحضر فين؟ بتحضر في الكاميرا. بيتاخد ثلاث ثلاثه وثلاث جرعات الاطفال الصغيرين بيتاخد مع البي سي جي في اول شهر. وبعدين بعدها ست شهور وبعدين بعدها ست شهور. ثلاثة ثلاثة من السنين انت لو رحت خدته هتاخد دوز وبعدين بعدها ست شهور يقول لك تعالى وبعد خير وبعد ست شهور.
الكومبنت فاكر لما خدنا الترم اللي فات الكومبنت تكنولوجي ان احنا بنستعمل فاكرين احنا شرحناها على التسجيل حطينا الجينز ذات كود فور مثلا جروث هرمون او ذات كود فور انسلين في البلازمين ودخلنا البلازمين في البكتيريا الكبيره مثلا دي كولار مع ريبليكيشن وطلعت اكسبريشن وعملت البروتين ده فقعته على الماس برودكشن هو ده الكومبنت انا باخد الشينه اللي بتكود فور ذات انتجن وزي انتيجينيك كومبوننت اوف ذا فايروس يعني ايه؟ يعني انا مش شرط عشان اعمل مناعه في جسمي ان انا اخد الهول فايروس ليه؟ لان الجسم مش بيشوف الا الحته الانتيجينيك فاكرين لما حتى بتقابل اللي فات في الميمولوجي انا بيبقى الفيروس قد كده او البكتيريا قد كده الجسم مش بيشوف الحته الا الحته الانتيجينيك بس ايه الموست كومن انتيجينيك بارت بتاع الهايبر فايروس؟ السيرفيس انتيجين اللي موجود على السيرفس بتاعي فانا باخد الجين اللي بالكود فور ذا سيرفس انجن من الفيروس راح انها في الكاندا بدل البلازميد بقى زي ما احنا كنا شايفين الكاندا حاجه كبيره والدي ان ايه بتاعها كبير فانا بحقنها في الدي ان ايه بتاع الكاندا وهي دي وبتعمل اكسبريشن فور ذا اس انجن كده بتيجي عندي الاس انجن دوت من غير فيروس خالص هو ده اللي بيستهلكش النوم خالص عشان كده بقول لك ده فيري سيف مفيش اي احتمال ان هو يعمل انفكشن ده انت بتدخليه كمان مش في كاتب انت بتدخليه في الكاتب بتعمل تعمل اكسبريشن في ده لايف ده البروتين ده والبروتين ده هو اللي هيشيل الجسم من الصوص فبس فيري فيري سيف والحقيقه الفاكسين ده المستندات بتاعه قلت قوي في الصوص كمان سيل كالسيوم يعني قلت قوي قوي في الحدوث الكاشف ممكن استعمل في الهيباتيتس بي اميون جلوبولين بس عاملها تحليل هيستعملها الانسان السيء الحظ اللي هو بيشتغل دكتور بيشتغل عمليه وشك نفسه هو بيقفل اخر لحظه هو بيقفل الابره دخلت في 20 خرجت 20 عمليه انفكشن الراجل ده انا ابويا دكتور يلحق ده عنده اتش اي في ولا سوري عنده هيباتيتس بي ايه اللي بيصير؟ يقوم قايلها بسرعه وجاهز ورايح خلاص واخد مليون دولار بيت ايه دي جت هي مهمه ونعمل ايه؟ اكيوترايز ذات ذات فايروس طب هو انا ممكن اديه الفاكسين بس لا دي على ما يطلع انتي بودي عايز اسبوعين ثلاثه فلو تشيله الريز ده في الواتس رول الراجل ده هياخد فاضي جدا فيها ريز ميد مليون دولار في الفاضي جدا مش عارفين بس دي هتشتغل توقف نيوترايز توقف هذا الفيروس الفيروس وقفوا وحفاظي على ان البيت بيشتغل تشوف كل تصاري طلع من كفر ايديا كبيره جدا مش خلاص من هذه المشكله خلاص؟ طيب انا وصلت مع زمايلكم لغايه النقطه كفايه كده عشان النهارده ايوه بننشر دول الامتحان باذن الله هيبقى داخل فيه الجنرال نص صفحه بتاعت الجنرال فيولوجي فيها اسئله تعالوا نشوف كده محاضرة النهاردة ممكن تيجي. محاضرة النهاردة ممكن أول سؤال كومباريتو بين ماركتيريا فايروس. تمام؟ محاضرة النهاردة ممكن يجي يقول لك الفيروس بيعملوا على إيه ولا إيه ولا إيه على الشتاين ولا على السكر ولا على إيه ولا على تشيك لايك باد. عارف إن هي لازم حاجة ليه. يبقى كومباريزون بين السؤال بتاعي يكون ار ان ايه وجين ايه ايه هي سيك ايكون او كريك جرامر نيفر بروز يا دي ان اي ار ان اي يجي ايه تاني في الام سي كيو برضه انا بقول لك دي هيباتكس بي فيروس او ار ان اي ولا مش عارف ايه ولا كذا 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 عارف هيباتكس بي بالذات دي ممكن يقول لك هيباتكس دي اللي هو بتاعت دي اهو يبدا في دي هو دي بتاعت الفاكتور دي ما عندوش البروتكشن مش يشحت من الايه؟ من البي الكود بتاعه فاكر كده ان هو ما عندوش
فالتوين. طب عرفت الثاني هو دي على ايه؟ لقيته من ايه؟ وده سؤال هتقوله في الحصه. خلاص؟ يبقى الكومباريزن بين ايه ام بي؟ ايه ام بي؟ هنتكلم عن الكونديشن ثيري، هنتكلم عن الكونديشن ثيري، هنتكلم عن انسيدنس اوف كرونيك ستيج، هنتكلم على الكارسينوما، هنتكلم عن الماركر يوز فور دايجنوز، اهم تو ماركر تعالى اللي بدات بيه سؤال اي جي ام اند 4 الثاني اي جي ام انتي فايروس اي او الفايروس نفسه. هنتكلم عن الفاكسين هقول لو هنا ريكومند دي ان ايه فاكسين في الدي لما نيجي نشرحه هقول لك ما هو كلمه فاكسين. كل حاجه جدول مع ان انا كنت متصوره ان هو سؤال يعني صعب شويه لكن فوجئت ان الاولاد كانوا حابين وكده كنت قايلها عليهم هم كان انا مملوك فور كيلوز. فالنهارده في المحاضره بتاعت النهارده في سؤالين كومباريزون ها؟ وفي بقى كذا واحد ام سي كيوز كتيره قاعدين بيقول فيها خلاص؟ حد عايز حاجه؟ يمكن دي اصعب محاضره. حد عايز حاجه؟